السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. أنا عبد الله حطاب، طالب طب سنة خامسة. إن شاء الله راح أكون معكم لشرح مادة الفسيولوجية. طبعا مادة الفسيولوجية هي مادة فهم، بالتالي حتكون ممتعة وسهلة إذا فهمناها بشكل منيح، وإذا تابعناها أول بأول إن شاء الله حنحصل فيها علامات كثير منيحة. فأنا حاول قدر الإمكان أبسط لكم المعلومات وأعطيكم الأشياء اللي بتهمكم أشرح لكم إياها. فياريت إنه يكون حاولوا يكونوا معكم نوت تكتبوا فيه ملاحظاتكم أو أي ترجمة ممكن تحتاجوها. وقبل ما أبلش بس بدي أحكي لكم هيك كم من نقطة سريعات يعني بخصوص شرحنا للفيديوهات الجاي. طبعا إن شاء الله حنشرح مادة الفسيولوجي كاملة، والشرح حنعتمده حيث نشرح يومين بالأسبوع اللي هم يوم الاثنين ويوم الجمعة. يوم الاثنين حنشرح محاضرة يوم الأحد، ويوم الجمعة إن شاء الله حنشرح محاضرة الثلاثاء والخميس. هذا بالنسبة للمواعيد والكورس. بالنسبة للسلايدات، هسه أنا زي ما أنا لاحظت وزي ما درسنا وكلنا بنعرف، للسلايدات أو لدراسة المادة عندنا ثلاث مصادر أساسية. المصدر الأول اللي هو سلايدات أو النوت اللي بعطيه الدكتور، المصدر الثاني اللي هو كلام الدكتور أو الطبيب، والمصدر الثالث هو معلومات خارجية من جايتون أو غيره، من زي ما حكينا جايتون أو غيره من المصادر، سواء ويب سايت معتمد أو كتب ثانية. أنا حاولت بهاي السلايدات اللي عملتها إني أجمع بين هذول الثلاث أمور، بحيث إنكم بس تفتحوا هاي السلايدات وما تحتاجوا أي إشي ثاني غيرهم. فإن شاء الله السلايدات اللي هعملها هتكون شاملة للثلاث أشياء أو ثلاث أجزاء اللي حكيناها، اللي هو كلام الدكاترة وحيكون باللون الأحمر، والنوت أو السلايد اللي بعطيه الدكتور حيكون باللون الأسود، وأي معلومة خارجية خارج هذول الجزئين حأحطها باللون الأخضر، هيك بحيث إنه الشخص اللي ما بيحب المعلومات الزيادة يقدر يتفاداها، والشخص اللي بيهتم لكلام الدكتور وكلام السلايد بيقدر حيلاقيه موجود إن شاء الله. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي بدي أحكيها إن شاء الله، بعد كل موضوع حنعمل كويز، او هعملكم كويز حنعمله على موقع اونلاين، هرتب لكم اياه، وانا هعمل الاسئله وحاظبطها بحيث تكون شامله لمادتنا فقط والاشياء اللي ماخذينها، بحيث انكم تستفيدوا منها، تعرفوا كيف تحلوا الاسئله وكيف انماط الاسئله اللي حتيجيكم، لحتى تقووا نقاط الضعف عندكم. والنقطه الاخيره اللي بدي احكيها، انه اي حدا عنده استفسار او اي استفسار او شيء مش واضح خلال الشرح بيقدر يحطه بالتعليقات تحت الفيديو، او يحطه بكومنت على البوست اللي حينزل على جروبكم ان شاء الله. هسه خلينا نبلش بالانترودكشن. اليوم ان شاء الله حنبلش بالانترودكشن بسيطه وخفيف ان شاء الله. الفسيولوجي زي ما بنعرف، الفسيولوجي او علم وظائف الاعضاء هو العلم الذي يهتم او الذي يعنى بدراسه الفانكشن والميكانيزم للبادي تبعنا. ولكن الفسيولوجي كمصطلح يعني ما بيشمل بس الهيومن او ما بيشمل بس جسم الانسان، في عندنا فايرال فسيولوجي، بكتيريال، فيرتبرا وغيرها من البرانشات الفسيولوجي. ولكن احنا كاطباء الجزء اللي بيهمنا بالفسيولوجي هو الهيومن فسيولوجي، ندرس الوظائف والميكانيزم الطبيعيه اللي بتصير في جسمنا لحتى لبعدين نقدر نبني عليها الاشياء اللي غير طبيعيه اللي ممكن تصير. هاي كمقدمة بسيطة. هسا نبلش بأول موضوع اللي هو البادي كومبوزيشن، مكونات الجسم تبعنا. مكونات الجسم تبعنا بشكل أساسي بتتكون 60% منها من الووتر، 20% منها من البروتين، و 15% منها من الفات، 5% منها من المينرالز، ونسبة قليلة جدا من الكربوهيدرات. بدي في هاي المعلومة اللي بدي تعرفوها عن الكاربس، انه الكاربس موجود بنسبة قليلة ونادرا ما يكون موجود لحاله داخل الجسم، بالعاده بيكون مرتبط باذر سبستانس مثل البروتين او الليبيدز، وهذا الحكي ان شاء الله حنحكيه لقدام ونفصله اكثر. بالنسبه للمينرالز زي ما اخذته في البيوكيم الفصل الماضي مثل الحديد والكالسيوم وغيرها من المينرالز، وزي ما انتم شايفين النسب هون لو تلاحظوا انه لو تجمعوها هاي النسب كلها 60 و20 و15 و5 حتطلع 100%، فما صفى شيء للكاربس. فهل انه هاي النسب خطا؟ طبعا لا مش خطا. بدي هاي برضه هاي المعلومه تخلوها في بالكم من سنه اولى لسنه سادسه، ما في شيء بالطب رقم ثابت او رقم محدد. دائما في الطب احنا بنستخدم شيء اسمه نورمال رينج. عندي نورمال رينج من رقم معين لرقم معين، اي يعني مثلا نعتبر الووتر من 55 ل 65، هذا هو النورمال رينج. فاي رقم بين هذا بخلال هذا النورمال رينج فهو بعتبره طبيعي. فما في اشي سبيسيفيك والله انه لا لازم يكون 60 او لازم يكون 70، ما في هذا الاشي في الطب.
دائما نستخدم نورمال رينج، فخلوا هاي المعلومه في بالكم. الموضوع الثاني اللي حنحكيه هو الاورجنايزيشن اوف ذا بادي. زي ما بنعرف وزي ما اخذنا انه الجسم تبعنا بيتكون من عده سيستمات، النيرفس سيستم، الاندوكراين سيستم، والكارديوفاسكولار وغيره من السيستمات. هذا السيستم بيتكون زي ما بنعرف كلنا من مجموعه من الاورجنز. هل هاي الاورجنز تشتغل مع بعض لاداء وظيفه معينه؟ والاورجن الواحد زي ما بتعرفوا برضه انه بيتكون من مجموعه من التشو. هاي التشو لها برضه او بتقوم بوظيفه معينه، والتشو الواحد بيتكون من مجموعه من الخلايا من نفس النوع، برضه لها وظيفه معينه داخل الجسم. بالتالي وحده البناء الاساسيه لاي كائن حي او لاي شيء حي هو الخليه او السل. اذا لو اجانا سؤال شو وحده البناء الاساسيه او البيزك يونت، هي السل زي ما احنا كلنا بنعرف. هسه نيجي لبعض الملاحظات. زي ما حكينا اللي باللون الاحمر حيكون هو كلام الدكتوره، فاحنا حنحكي بعض الملاحظات السريعه على السيستمات اللي تطرقت لها الدكتوره وما حنتوسع فيها لانه ان شاء الله كله حنفصله لقدام، فما تخافوا اذا ما فهمتوا نقطه معينه لانه كله حنشرحه. فمثلا الريسبيراتوري سيستم او الجهاز التنفسي، زي ما بنعرف انه الوظيفه الاساسيه له هو الجاز اكسشينج، انه انا بتخلص من الويست جازز او مثل السي او 2 اللي ما بحتاجه بتخلص منه، وباخذ الاو 2 بينقل لي الدم لباقي اعضاء السيستم. الثاني الكارديو فاسكولار سيستم. الكارديو زي ما بنعرف يعني هارت، والفاسكولار هو البلد فيسل. فالكارديو فاسكولار سيستم بيختص او اللي حنشرح فيه عن الهارت والبلد فيسلز والبلد، وكيف اليه انتقال البلد وشو المشاكل او شو الميكانيزم اللي بتصير لحتى ينقل الدم من الجهاز التنفسي من الريسبيراتوري للهارت ومن الهارت لباقي اعضاء الجسم، كله هذا حنفصله. الجهاز الثاني النيرفس سيستم. زي ما بنعرف النيرفس سيستم يعني اظن انه اخذناه في الترم الفصل الماضي، انه بشكل اساسي بيتكون من سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم هو البرين والسباينال كورد، والبريفرال نيرفس سيستم هو اي شيء اوتسايد ذا برين سباينال كورد. لو نشوف الصوره هون، هو عندنا البرين وهذا السباينال كورد، فهذا بعتبره السنترال نيرفس سيستم. اما اي شيء خارج السباينال كورد والبرين بعتبره البريفرال نيرفس سيستم، اللي ينفذ لي الاوامر اللي حتكون خارجه من السنترال نيرفس سيستم. البريفرال نيرفس سيستم بقسمه بشكل اساسي ل اوتونوميك نيرفس سيستم وسوماتيك نيرفس سيستم. ايش الفرق بيناتهم؟ انه السوماتيك هي الشيء الفولنتير اللي انا بعمله، الشيء اللي انا بتحكم فيه، بينما الاوتونوميك نيرفس سيستم هو الانفولنتري، الاشياء الانفولنتري اللي بتصير داخل الجسم. يعني اغلب الاشياء اللي بتصير داخل جسمنا او اغلب الميكانيزم اللي بتصير والفانكشن بتكون انفولنتري. وبما انها انفولنتري ففي اشياء احيانا وظائف بدها تكون مثلا نزيدها وفي وظائف بدنا نقللها، فبالتالي لازم يكون عندي تو ميكانيزم لحتى إشي يقل إشي يزيد لي هاي الوظيفة وإشي يقلل لي إياها، فهذا بيكون على طريق السيمباثاتيك والباراسيمباثاتيك. فالسيمباثاتيك والباراسيمباثاتيك بالعادة بيكونوا عكس بعض، شغلهم عكس بعض، يعني واحد بيزيد واحد بيقلل، وأحيانا لهم نفس الوظيفة ولكن بشكل أساسي وظيفتهم متعاكسة لحتى يحافظوا على التوازن اللي بدي إياه ويعملوا لي الوظيفة اللي أنا بدي إياها. هذا بس زي ما حكينا، هذا بس بشكل عام يعني الشرح ما بدون تفاصيل وبدون توسع زيادة. وهون زي ما شفنا احنا حكينا عن النيرفس سيستم وكارديو فاسكولار سيستم، حكينا عن الهارت وعندنا البلاد فيسلز اللي حتنقل البلاد من الريسبيراتوري من اللنج للهارت ومن الهارت لباقي اعضاء الجسم، وحنفصل كل هاي السيستمات خلال هذا الكورس ان شاء الله. زي ما شفنا عندنا الريسبيراتوري اللي بيصير فيها الجاز اكسشينج، وعندنا الدايجستيف سيستم. الدايجستيف سيستم وظيفته الفود اللي بيدخل عن طريق الماوث بيصير له دايجست في الدايجستيف سيستم، فبصير لي هون فبصير عندي امتصاص او ابزوربشن للسبستانس اللي بيحتاجها الجسم مثل الفيتامين والكاربس والبروتين وغيرها من المولكيولز اللي الجسم بحاجه الها. والماسكولوسكيلتال سيستم، الماسكولار سيستم بيعطيني بيخلي الجسم قادر على الحركه على الموفمنت، والسكيلتال بيعطي سبورت وبروفايد ستراكشر للجسم وبيحمي الاعضاء الداخليه. زي ما بنعرف مثلا القفص الصدري حيحمي لنا اللانج والهارت وغيره من الامور، فهو وظيفته مثلا البروتكشن.
حكيناهم، واليورينري سيستم برضو بيعمل فلتريشن للبلاد عن طريق الكدني. هاي زي ما حكينا احنا كله هاي المعلومات، يعني بس نتطرق لها بشكل سريع وبسيط وخفيف لانه كله حنشرحه بالتفصيل. السيستم الاخير اللي حنحكي عنه هو الاندوكراين سيستم. الاندوكراين سيستم هو يعني السيستم الذي يعنى بالجلاندز او الغدد الموجوده في جسمنا. هاي الجلاندز بتفرز هرمونات. هاي الهرمونات على الرغم من انه هاي الهرمونات كميتها قليله ليتل اماونت تقاس بالنانو جرام، الا انه فاعليتها كثير كبيره وكثير مهمه والها فانكشن كثير مهم في جسمنا. ولكن هاي الهرمونات ما إلها معدل ثابت وبتختلف حسب المرحلة العمرية. مثال عليها الجروث هرمون أو هرمون النمو. هرمون النمو عند أعمارهم صغير الأطفال، بالأطفال أو مرحلة البلوغ بتكون أكثر من الأدلت أو الإلدر الكبار في العمر. وزي ما حكينا الهرمونات رغم إنها تنتج بكميات قليلة إلا إنها إلها وظائف جدا مهمة في الجسم. فأي abnormality أو أي مشكلة بتصير في هاي الغدد بيؤدي إلى خلل في هاي الهرمونات، حيؤدي إلى مشاكل كبيرة في الجسم لأنه إلها function جدا مهم. مثلا البيتشري أو الغدة النخامية، لو تأثرت هاي الغدة حتأثر على حيتأثروا الهرمونات اللي تنفرز منها، حيأثر لي على الجروث والاكسترنال شيب. والثيرويد جلاند، ثيرويد جلاند يعني هاي مرض الثيرويد جلاند يعني من الامراض الجدا شائعه في الاردن، يعني اغلب اللي حوالينا يعني اقاربنا او الاشخاص اللي بنعرفهم دائما بيحكوا والله انا عندي غده عندي غده، قصدهم انه عندي غده يعني انا مريض بالثيرويد جلاند. ممكن يكون عندي فرط نشاط في الغده او عندي كسل في الغده، وبالحالتين سواء زاد كميه الهرمونات، زادت الهرمونات ككميه او قلت، الشغلتين هذول بضروا في الجسم، ممكن يعمل لي هيرلوس وغيره من المشاكل. طبعا يعني هذا كله حنفصله يعني بس كمعلومات تاخذوها. والغده الاخيره الادرينال جلاند او الغده الفوق كلويه. هسه لو صار عندي انسفيشنت في افراز الهرمونات من هاي الغده، حيأدي عندي حيسبب لي مرض اسمه الاديسون ديزيز. ما حندخل بتفاصيله، ولكن الاديسون ديزيز يعني حيجيك المريض بيقول لك والله يا دكتور انا بحس في تعب عام في جسمي، بحس عندي في مسل ويكنس، وبتقيس السكر عنده بتلاقي السكر نازل، وبتقيس الضغط بتلاقي الضغط نازل، هايبوتنشن هايبوغلايسيميا. فهذا هو الاندوكراين سيستم، وسيستم مهم. وهذا خلاصة أو ملخص لكل إشي حكيناه عن السيستمات يعني بشكل بسيط. إذا بتحبوا تقرأوا لوحدكم كل هاي الأمور حكيناها وحنفصلها إن شاء الله في المحاضرات الجاية. هسا نيجي للموضوع اللي بعده. الموضوع اللي بعده اللي هو السيل فيسيولوجي. السيل فيسيولوجي، السيل بشكل عام بشكل رئيسي بتتكون من سيل ميمبرين وبروتو. زي ما حكينا السيل بتتكون بشكل أساسي من السيل ميمبرين اللي هو الغشاء يلي بيحيط بالخلية وبيعزل مكونات الخلية الداخلية عن أي وسط خارجي. هذا هو السيل ميمبرين وحنفصله إن شاء الله كمان شوي. وفي عندي البروتوبلازم. البروتوبلازم يلي بتكون بشكل أساسي من السيتوبلازم يلي بيحتوي على الأورجانيلز والنيوكلياس. النيوكلياس هاي هي النيوكلياس زي ما كلنا بنعرف، بيفصل النيوكلياس عن السيتوبلازم غشاء اسمه، هاي هون هاي الصورة أوضح، هاي هي النيوكلياس. النيوكلياس محاطة بنيوكليار ميمبرين بيفصلها عن السيتوبلازم. السيتوبلازم أو فينا نحكي نشبه السيتوبلازم بالحشوة، هاي الحشوة اللي بتحتوي على كل الأورجانيلز تبعية الخلية مثل الاندوبلازميك ريتيكولوم، الميتوكوندريا والمايكروتوبولز وغيرها من الأورجانيلز الموجودة عندكم. ولكن احنا ما حنتطرق بالتفاصيل إلها لأنه أخذتوها في السيل، والإشي اللي ما أخذتوه في السيل حتأخذوه في الهيستولوجي، فما في داعي نعيد معلومات حتأخذوها بالتفصيل. ولكن لأنه الدكتورة ركزت على موضوع الاندوبلازميك ريتيكولوم وحكت عنه، فأنا حأحكي عنه معلومة بسيطة. الاندوبلازميك ريتيكولوم هي عبارة عن شبكة، هاي الشبكة مربوطة بجهة من ناحية النيوكلياس والجهة الثانية باتجاه السيل ميمبرين. تمام، هاي الشبكة أو الاندوبلازميك ريتيكولم إذا كانت تحتوي على الرايبوسومز فبسميها راف اندوبلازميك ريتيكولم، أو اسم ثاني لها جرانيولار اندوبلازميك ريتيكولم، وبتكون وظيفتها الأساسية هو تصنيع البروتينات أو تصنيع البروتينات.
بينما فهاي هي الرف اندوبلازميك ريتيكولم، بينما اذا كانت الاندوبلازميك ريتيكولم ما بتحتوي على الرايبوسومز فبسميها سموث اندوبلازميك ريتيكولم، او الاسم الثاني لها اجرانيولار، يعني nothing او غير موجود، اجرانيولار اور سموث اندوبلازميك ريتيكولم. وظيفتها الاساسيه هو تصنيع الليبد. طبعا هذا الحكي زي ما حكينا بدون تفاصيل. ننتقل، هاي زي ما حكينا اللي بالاحمر هي كلام الدكتوره. هسه انا لو بدي اطلع على السيستم او اطلع على الاورجانز، فانا بتطلع بعين المجرده. هذا الاشي بحكي له الاناتومي، الاناتومي اللي انتم بتدرسوها حاليا، انتم بتطلعوا بالعين المجرده على الاعضاء. فهذا انا بدرس الماكرو ستراكشر، فبينما بالسل او بالتشو انا بتطلع، بينما لو بدي ادرس الخليه او النسيج فانا حاستخدم الميكروسكوب، المجهر، بستخدم المجهر الميكروسكوب زي ما اخذته بالفصل الاول. فانا بدرس وقتها المايكرو ستراكشر، المايكرو ستراكشر اللي هو الاناتومي، بشوف الاورجانز بالعين المجرده. وحكينا عن الرف اندوبلازميك ريتيكولام وغيرها من الامور. هاي الملاحظات الموجوده هون كلها حنحكيها بالتفصيل بالسلايدات اللي جاي، بس انا حطيتها لانه زي ما حكيت لكم انا شامل بالسلايد كلام الدكتورة كامل، وشامل النوت كامل، وما حاطط فيه معلومات اضافية. هذا كله حنحكي لقدام، بس انه فيكم ترجع تقرأوا لوحدكم بس نخلص الشرح. هسا نكمل. حكينا بالسيل فسيولوجي انه الخلية بتتكون بشكل اساسي من السيل ممبرين والبروتوبلازم. خلصنا موضوع البروتوبلازم، نيجي للسيل ممبرين. السيل ممبرين هو عبارة عن فلويد فليكسبل وصفته سيمي بيرميابل. ايش يعني؟ انه يعني هو شبه منفذ. ايش يعني شبه منفذ؟ يعني ما بيسمح بدخول اي مولكيولز او اي ايونز او اي سبستانس، لا، في شروط معينه لحتى هاي السبستانس انها تدخل، ما بيسمح لاي شيء انه يدخل. فهاي عشان هيك بحكي سيمي، سيمي شبه منفذ، تمام. وحنحكي في ميكانيزم وفي اليات، ميكانيزم وفي آليات، كلها حنحكيها بالتفصيل لقدام، بس انتوا عرفوا لي هاي المعلومة. هسا مكونات السيل ميمبرين، حنحكي عن مكونات السيل ميمبرين. بتكون بشكل أساسي من 3 سبستانس اللي هم الليبيدز والبروتين والكربوهيدرات. بس بدي انه تلاحظوا لي هون او تخلوا المعلومة في بالكم وتحطوها ملاحظة، الترتيب تبعهم، انه الاكثر اشي موجود في السيل ميمبرين هو البروتينز، ثاني اشي الليبيدز، وثالث اشي الكربوهيدرات. وما بدي هسه حاحكي معلومه عشان تضلكم ذاكرينها وما تخربطوا بهذا الترتيب. بروتين 55 اكثر شيء، بعدها الليبيدز، بعدها الكربوهيدرات. نبلش باول مكون من مكونات الخليه اللي هو الليبيدز. الليبيدز هو الليبيد هو باي لاير، بتكون باي لاير، باي يعني تو، طبقتين، يعني بكون الليبيدز طبقتين. طب ليش الليبيدز بكون طبقتين؟ هذا الحكي هسه حنحكيه. الملاحظة الأولى أو الخاصية الأولى في الليبيدز الموجود في السيل ممبرين إنه بكون مغطي، ما في صورة، مش حاطط صورة. المهم إنه بكون الليبيدز بكون مغطي كل الخلية، كل موجود على كل السيل ممبرين موجود الباي لاير ليبيدز، تمام. فبوفر زي بارير أو حاجز بيمنع دخول الووتر سوليوبل سبستانس الا عن طريق ميكانيزم معين اللي حنحكيها لقدام. الليبتس الموجوده في السيل ميمبرين عندي مينلي الفوسفوليبتس والكوليسترول. الموجود اكثر في السيل ميمبرين هو الفوسفوليبتس، وهسه حنشرح عنه وحنحكي عن الكوليسترول. بلش بالمكون الاول من الليبتس اللي هو الفوسفوليبتس. الفوسفوليبتس هو حكينا الميجر ليبتس في السيل ميمبرين، والفوسفوليبيد عباره عن جزئين، هيد وتيل. هيد وتيل، الهيد بتكون من الفوسفات، الهيد بتكون من الفوسفات، والتيل بتكون من الفري فاتي اسيد. ليش انا حكيت هاي المعلومه؟ عشان هسه بدي اياكم تفهموا انه الهيد بما انه بتكون من الفوسفات بالتالي هو، فزي ما حكينا بما انه الهيد بتكون من الفوسفات والتيل بتكون من الفري فاتي اسيد، فلازم نعرف انه الفوسفات ايش ماله؟ يكون water soluble. ايش يعني water soluble؟ يعني hydrophilic، يعني محب للماء، فبالتالي بحب انه يكون في الوسط المائي. بينما التيل بيكون بتكون من free fatty acid. الفري فاتي اسيد هو water insoluble، هو hydrophobic،
غير محب للماء. وزي ما بنعرف احنا بدنا نرجع لهاي الصورة، زي ما بنعرف هذا عندنا السيل ميمبرين، هنا الداخل السيل اورجانيلز، والخارج بسميه اكسترا سيلولار فلويد. اكسترا يعني خارجي، سيلولار سيل فهو الفلويد الموجود خارج الخلية، فإن عندي فلويد خارج الخلية في إشي بسميه intracellular fluid اللي هو الفلويد الموجود داخل الخلية. فأنا عندي فلويد موجود خارج الخلية وفلويد موجود داخل الخلية. فإيش الجزء المحب للماء؟ هو الهيد. فإذا الهيد لازم يكون باتجاه الووتر. طب أنا عندي ووتر خارجي ووتر في الداخل، فلازم، فعشان هيك حكينا إنه الليبيدز باي لاير. فزي ما شايفين هون extracellular fluid وعندي intracellular fluid، فالهيد الهيدروفيليك بيكون بجهة الفلويد، والهيد من الداخل برضه بيكون جهة الفلويد، بينما التيل لأنه هيدروفوبيك بيكون في وسط السيل ممبرين. فهمنا هاي النقطة ليش إنه باي لاير، وفهمنا ليش هذا الترتيب موجود بهذا الترتيب. وكمان معلومة، بما إنه التيل هيدروفوبيك، بما إنه مركز السيل ممبرين هيدروفوبيك، بالتالي هو بيمنع او بيكون بور الواتر الموجود في داخل الخليه بيكون قليل، ووتر بور انتيريور اوف ميمبرين. تمام هاي المعلومه. تمام، بس مراجعه سريعه للليبيدز، للفوسفوليبيدز قبل ما نطلع عنها. حكينا هو الميجر ليبيد في السيل ميمبرين بتكون من تو ستراكشر اللي هو الهيد والتيل. الهيد هيدروفيليك وحكينا ليش، والتيل هيدروفوبيك وحكينا ليش، وحكينا باي لاير عشان الهيد يكون في الخارج والتيل يكون في الداخل بهاي الطريقة. وهيك بنكون خلصنا الفوسفوليبيد. نيجي للمكون الثاني من مكونات الليبيد الموجودة في السيل ميمبرين وهو الكوليسترول. الكوليسترول موجود داخل أو بينات الفوسفوليبيد. هاي الصورة بتوضح لكم لحتى تفهموا اكثر وين موقع الكوليسترول، تفهموا اكثر وين موقع الكوليسترول بالسيل ميمبرين. هنا حكينا الفوسفوليبيدز، هاي الهيد، هاي التيل، هاي اول لاير، اللاير الثاني معكوسه، الهيد للداخل والتيل طالعه. وبينما الكوليسترول، هذا هو الكوليسترول موجود بين الفوسفوليبيد. تمام، طيب شو فائده الكوليسترول الموجود بين الفوسفوليبيد؟ هسه زي ما بنعرف الكوليسترول عباره عن ايش، عند هيدروفيليك هيدروفوبيك، بالتالي بيحدد البيرميابيليتي تبعيد السيل ميمبرين لدخول الووتر سوليوبل سبستانس. فهمنا ليش؟ لانه هسه هون فلما يزيد الكوليسترول هون بيزيد الوسط الهيدروفوبيك، نعم، بما انه بيزيد الوسط الهيدروفوبيك فدخول الووتر سوليوبل سبستانس حيكون صعب، بينما لو قل الكوليسترول فدخول الووتر سوليوبل سبستانس بكون اسهل. هاي فهمنا النقطة الأولى كيف إنه بيحدد البيرميابيليتي تبعت الليبيد، والنقطة الثانية بيلعب دور بالفلويديتي تبعت الممبرين. وهاي الصورة بتوضح هذا الكلام. هون بالوضع الطبيعي هاي عندي الكوليسترول وعندي الفوسفوليبيد وكيف كمية وكيف الفلويديتي متوسط، بينما لو قل الكوليسترول فعندي الفلويديتي حتزيد، وحيزيد عندي الووتر كونتنت في الممبرين. ليش؟ نرجع لنفس النقطة انه الكوليسترول هيدروفوبيك، بينما لو زاد الكوليسترول الفلويديتي تبعت الممبرين حتقل والووتر حيقل. وفهمنا هاي النقطة. اذا بهمني تعرفولي انه الكوليسترول له علاقة بالفلويديتي والبيرميابيليتي للليبيد للووتر سوليوبل سبستانس. حكينا الووتر سوليوبل سبستانس هي المواد المحبة للماء، الهيدروفيليك سبستانس. تمام، فهمنا هاي النقطة ان شاء الله. نيجي للمكون الثاني من مكونات الخلية. حكينا المكون الاول هو الليبيدز، والليبيدز بتكون او من السبستانس الموجودة الفوسفوليبيد والكوليسترول. نيجي للمكون الثاني اللي هو البروتين، اللي هو بشكل الجزء الاكبر من مكونات الخلية. هسا بدي تعرفوا الفرق بين البروتين والليبيدز. حكينا الليبيدز موجود على كامل الخلية، محيط بالخلية كاملة، بعكس البروتين. البروتين موجود في أماكن معينة على شكل
ماسز على شكل جلوبيولار ماسز، على شكل يعني كريات او اماكن معينه فقط، يعني مش على كامل الخليه، على كامل السلمبرين، لا، موجود في اماكن معينه. وهذا البروتين الموجود اما بيكون موجود داخل السلمبرين نفسها او بيكون على احد اطراف السلمبرين. ومن هون بقسم البروتين الموجود في السلمبرين انتجرال بروتينز وبريفرال بروتينز. الانتجرال بروتينز والبريفرال بروتينز، الانتجرال بروتينز هو الموجود داخل السلمبرين نفسها، هاي الفوسفوليبيد، هاي الهيد، هاي التيل، هاي الكوليسترول، هاي الهيد، هاي التيل، وهاي الكوليسترول، وهون الفوسفوليبيد، وهون البروتين موجود داخل السلمبرين، فبحكي انتجرال بروتين. بينما اذا كان البروتين على السيرفيس تبع السلم فانا بعتبره بريفرال بروتين. فهمنا هاي النقطة إن شاء الله. طيب هسا في نقطة بدي تعرفوها برضو، أو قبل ما نحكي عنها، شو وظيفة الانتجرال بروتين؟ هذا البروتين اللي بيخترق السلمبرين شو وظيفته؟ الوظيفة الأولى أيون شانل لمرور الأيونات، فهو عبارة عن قناة لمرور الأيونات. طيب ممكن حدا يسأل، طيب يعني ليش الأيونات تمر من هون وما تمر من هون؟ هسا هون في نقطة لازم نكون عارفينها، انه البروتينز هو هيدروفيليك، بالتالي بيسمح بدخول السبستانس المحب للماء عن طريقه، فبيعمل زي باي باسنج، بتجاوز السلمبرين يلي بيكره الماء وبيدخل عن طريق التشانلز اللي بتعملها البروتين. فالوظيفة الأولى للانتجرال بروتين هو انه بيعمل ايون شانلز لمرور البروتينات، اول وظيفه انه كارير ناقل بينقل السبستانس مثل الجلوكوز والامينو اسيد من والى الخليه. وكمان وظيفه مهمه للبروتين الموجوده في السلمبرين انه بيعمل عمل الريسبتور، اي مستقبل. ايش يعني مستقبل؟ يعني بيرتبط فيه سبستانس معين، هذا السبستانس بس يرتبط في البروتين، هذا السبس مثلا سبستانس بيجي بيرتبط هون في البروتين، بس يرتبط في البروتين، هذا البروتين بصير له اكتيفيشن، بتفعل فبيعطيني اشارات للخليه، وبصير عندي ميكانيزم معينه، ما بدنا ندخل تفاصيله، بس انه اعرفوا انه من وظائف الانتجرال بروتين بيعمل عمل الريسبتورز، وبرضه الى وظيفه الانزيمز، وكل هذا حنفصله، بس انه اعرفوا هاي الوظائف الاساسيه. بينما البريفرال بروتين زي ما حكينا بكون موجود او مرتبط بسطح السلمبرين، اما السطح الداخلي او السطح الخارجي. هاي هون السلمبرين نفترضها هيك دائريه، هذا السطح الخارجي المقابل للخارج، هذا السطح المقابل للداخل، فاما البروتين بكون موجود بالسطح المقابل للداخل او السطح المقابل للخارج، ومست كومن سايت الهم هو السطح المقابل للداخل. وبالعاده احيانا بكون البريفرال بروتين مرتبط مع الانتجرال بروتين. تمام. وظيفه البريفرال بروتين مينلي بانه بيشتغل او بيعمل عمل انزيم. وهيك بكون حكينا على المكون الثاني من السيل ميمبرين. نيجي للمكون الاخير اللي هو الكربوهيدرات، او بسميها سيل جلايكوكاليكس. تمام، حكينا عن الليبيدز، حكينا عن البروتين، نيجي للكربوهيدرات. حكينا الكربوهيدرات هو يعني موجود بكميه قليله في الجسم. الكربوهيدرات دائما موجود، هاي اعرفوها وفهموها منيح وفرقوها عن اللي قبل. الكربوهيدرات موجود بالاوتر سيرفيس فقط، بالاوتر سيرفيس من السيل ميمبرين، وفي معظم الخلايا بيعمل لي كوت لكل السيرفيس تبع الخليه، وهذا بسميه جلايكوكاليكس. احيانا الكربوهيدرات بكون مرتبط مع البروتين، فاذا ارتبط مع البروتين بسميه جلايكوبروتين، واحيانا بكون مرتبط مع الليبيدز بسميه جلايكوليبيدز. وهذا اللي حكيناه احنا في بدايه المحاضره، انه الكربوهيدرات بالعاده ما بكون لوحده، بكون مرتبط مع other substances مثل البروتين والليبيدز. وهون خلاصة الكلام اللي حكينا عن السيل ميمبرين. هان هون عندنا الهيد، هون عندنا التيل، وحكينا باي لاير، هون الهيد وهون التيل، هاي الاوتر سيرفيس، هون عندي هذا الكربوهيدرات، الكربوهيدرات هون هذا الانتجرال بروتين، هذا البريفرال بروتين. الانتجرال بروتين لو تشوفوا هون جاي على الكربوهيدرات، فلما الكربوهيدرات مع البروتين فايش بسميه هون؟ بسميه جلايكوبروتين.
ان شاء الله تكون الامور واضحه. هسه نحكي عن الفانكشن الكربوهيدرات. حكينا الكربوهيدرات موجوده على الاوتر سيرفيس، فبدي تعرفوا انه كربوهيدرات مع البروتين جلايكوبروتين، فبدي تعرفوا ان الجلايكوبروتين بيعمل عمل الماركر. ايش يعني ماركر؟ يعني انا جسمي بيميز انه هاي الخلايا الخاصه فيي ولا خلايا خارجيه او خلايا غريبه، عن طريق شيء اسمه ماركر. فهذا الماركر بيحدد لي او بيعرفني انه هاي الخلايا هي خلايا جسمي. طب شو بيفيدني اني اعرف انه هاي خلايا جسمي او خلايا غريبه؟ هون بيجي دور ايش؟ الاميون ريسبونس او الاستجابه المناعيه. فاذا الجسم تعرف على انه هاي الخليه خليه غريبه حيبلش يهاجم فيها، بينما انه هو عارف انه هاي الخليه هي خليه داخليه من جسمي، فالاميون ريسبونس ما راح يهاجمها ولا راح يدمرها. فهاي احد وظائف الكربوهيدرات انه له دخل في الاميون ريسبونس. برضه الكربوهيدرات الموجود بيعمل عمل الريسبتور، والكربوهيدرات هو نيجاتيفلي تشارج، بالتالي بيعطي الخليه احيانا نيجاتيف سيرفيس تشارج. زي ما هون احنا شايفين، برضه هذا ملخص زي اللي حكيناه قبل شوي. نرجعهم بشكل سريع اخر مراجعه. هون عندنا الفوسفوليبيدز، هاي الهيد هاي التيل هم باي لاير. هون عندي الكوليسترول، ده بيكون موجود بين الفوسفوليبيدز. الخارجيه هاي بتكون حكينا عنها ايش؟ الخارجيه هاي بتكون الكربوهيدرات. وعندي هون انتجرال بروتين، وعندي هون بريفرال بروتين. اذا ارتبطت الكربوهيدرات مع البروتين بسميها جلايكوبروتين، واذا ارتبط الكربوهيدرات مع الليبيدز بسميها جلايكوليبيدز. وهذا هو الملخص الكامل اللي حكيناه عن السيل ميمبرين. ان شاء الله تكون الامور واضحه. نيجي هسه للجزء الاخير لمحاضرتنا اليوم، وان شاء الله ما حنطول فيه، اللي هو انتر سيلولار كوميونيكيشن، هو التواصل بين الخلايا. التواصل بين الخلايا هو شيء مهم جدا لحتى تكتمل الوظيفه ويحصل الشيء اللي انا بدي اياه. فالكوميونيكيشن شيء مهم ولازم نكون فاهمينه ونعرفه. احنا حنحكي هون عنه بشكل عام، وحنربطه لقدام مع الامور اللي بتهمنا. فانا هون حاحكي عنه بشكل عام. هسه الكوميونيكيشن او التواصل بين الخلايا بشكل رئيسي بقسمه قسمين، مينلي عندي دايركت كوميونيكيشن و اندايركت كوميونيكيشن. الدايركت كوميونيكيشن واندايركت كوميونيكيشن، الدايركت كوميونيكيشن واندايركت كوميونيكيشن. الفرق الرئيسي بين الدايركت كوميونيكيشن واندايركت كوميونيكيشن، نيجي على الصورة عشان أوضح لكم الفرق الأساسي بيناتهم. هسه نعتبر إنه هاي الخلية المؤثرة يلي حتفرز مولكيولز أو أيونز تأثر على الخلية أو على التارجت سيل اللي حتروح عليهم. فهاي المولكيولز لو راحت للخلية مباشرة بدون ما تروح للإكسترا سيلولار سبيس أو إكسترا سيلولار فلويد، هون بسميه دايركت كوميونيكيشن، يعني بتروح من هاي الخلية لهاي الخلية مباشرة. بينما بالإندايركت كوميونيكيشن، هاي الخلية هتفرز المادة المؤثرة للإكسترا سيلولار فلويد أو إكسترا سيلولار سبيس، ومن خلالها هتروح للتارجت سيل أو الخلية المستهدفة. هذا هو الفرق الأساسي، اعرفوه. وهسه هنحكي عن التفاصيل. هسه الدايركت كوميونيكيشن أحد الأمثلة عليها هو الجاب جانكشن. الجاب جانكشن هو عبارة عن قناة بتكون بين الخليتين، تسمح لانتقال الموليكيولز والايون بيناتهم without entering to extracellular fluid، ما بتدخل extracellular fluid. هذا حكينا الفرق الاساسي بين الدايركت والاندايركت. فالجاب هو عباره عن قناه بين خليتين، عباره عن قناه بين خليتين without cytoplasmic continuity، يعني ما في اتصال بين السيتوبلازم تبع هاي الخليه والسيتوبلازم تبع هاي الخليه، مفصولين كليا، بينما بس بيناتهم جاب جانكشن، قناة بتنقل الموليكيولز والايون. ومثال على الجاب جانكشن او الدايركت كوميونيكيشن هو الكتريكال امبلس الموجودة اللي مثل ممكن نشوفها بالكاردياك والسموث ماسل. هذا بالنسبة للدايركت، حكينا عن طريق الجاب جانكشن without باس عن طريق الاكسترا سيلولار فلويد، بيعمل باي باسنج له، ما بمشي عن خلاله. هسه نيجي نحكي عن النوع الثاني من الكوميونيكيشن، الاندايركت كوميونيكيشن. الاندايركت كوميونيكيشن هو الموست كومون تايب من الكوميونيكيشن، واللي بصير فيه
يعني الميكانيزم او الباث واي او الطريق العام تبعه، انه عندي السيل اللي حتاثر، هاي السيل اللي حتاثر حتفرز كيميكال ماسنجر، هذا الكيميكال ماسنجر حيروح للاكسترا سيلولار فلويد، ومن الاكسترا سيلولار فلويد حيروح للتارجت سيل او الخليه اللي انا مستهدفها. وعندي اكثر من تايب للاندايركت، عندي مينلي فور تايبس حنحكي عنهم على الصور. الاول تايبس اللي هو النيورال كوميونيكيشن. النيورال كوميونيكيشن زي ما بنعرف وزي ما اخذنا في التوجيهي، عندي الخلية العصبية، عندي إشي اسمه النهايات العصبية. هاي النهايات العصبية بتفرز لي النواقل العصبية اللي بسميها نيورو ترانسميتر. النيورو ترانسميتر بتنتقل عن طريق الإكسترا سيلولار فلويد، بتروح للتارجت سيل، بترتبط بالريسبتور تبعها. وزي ما حكينا الريسبتور هاي عبارة بالعادة عبارة عن بروتينز، فبترتبط بالريسبتور تبعها، فبكون هذا النيورال بسميه نيورال كوميونيكيشن. وهذا احنا بنعرفه. يعني النوع الثاني من الاندايركت تايب 2 من الاندايركت كوميونيكيشن هو الاندوكراين كوميونيكيشن. اندو من اسمه اندو يعني داخلي، فهاي الخليه اللي حتاثر حتفرز الكيميكال ماسنجر، حتفرزه وين؟ في البلد. وحيقوم البلد في دوره ينقل هذا الهرمون من المكان الخليه المؤثره ويروح للتارجت سيل ويأثر عليهم. طيب هسه هون بدي تعرفوا لي شغلتين أساسيات، إنه الإندوكراين كوميونيكيشن بينقل المادة المؤثرة تبعته عن طريق البلد، هاي أول شغلة. والشغلة الثانية، بما إنه البلد موجود في كل الجسم، بالتالي بقدر أنقل هاي المادة أو الكيميكال ماسنجر لمسافات بعيدة. فإذا إنه هاي الإندوكراين بيميزها إنه تفرز المادة في البلد وبروح لمسافات بعيدة. النوع الثاني من النوع الثالث من الكوميونيكيشن هو الباراكراين كوميونيكيشن. من اسمه بارا يعني جار او مجاور لها، زي الباراثايرويد جار الدرقية. باراكراين كوميونيكيشن برضو هنا هي عكس الاندوكراين. الباراكراين ما بتروح الكيميكال ماسنجر ما بتفرزها للبلاد، انما بتكون لوكالي موضوعية او بالجوار الخلية. يعني هاي الخلية اللي حتفرز الكيميكال ماسنجر حيكون تأثيرها على الخلية المجاورة، فالإفكت تبعها بيكون فقط على الخلية المجاورة، بعكس الإندوكراين حيكون للمسافات البعيدة، والإفكت تبعها ما بيروح للبلاد وإنما بيكون للخلايا المجاورة. والنوع الأخير اللي هو من النوع الاخير من الاندايركت اللي هو اوتوكراين، من اسمه اوتو ذاتي، يعني الخليه هاي الاوتوكراين الخليه تفرز الكيميكال ماسنجر، والكيميكال ماسنجر بروح بيرتبط على الريسبتور الموجود على سطح الخليه نفسها لحتى يعمل هذا التاثير. هيك بنكون احنا شرحنا كل الموضوع كل المواضيع الموجوده في المحاضره الاولى في الانترودكشن. بس نراجع بشكل سريع طرق الكوميونيكيشن. هذا هو الدايركت كوميونيكيشن، في عندنا جاب جانكشن زي ما حكينا. هون شو اسمه منطقه التشابك العصبي، في عندي هون زي فراغ ما في اتصال مباشر، فهذا بعتبره اندايركت، نوعه نيورال. وهون زي ما احنا شايفين هاي الخلية افرز عملت سكريشن للهرمون تبعها في البلد، بالتالي هذا بعتبره اندوكراين. وهون بنشوف الخلية انه اثرت على الخلايا المجاورة الها، فهذا بعتبره باراكراين. وهون الخلية اثرت على نفسها فبعتبره اوتوكراين. هاي هي طرق الكوميونيكيشن كلها. هيك بنكون احنا، او هذا برضه نفس الامثلة، هون نيورال، هون اندوكراين، هون اوتوكراين، هون باراكراين. هيك احنا بنكون خلصنا المحاضرة، بس بيضل بعض النوتات البسيطة اللي حكتها الدكتورة في المحاضرة، احنا حكيناها معظمها، بس في نعقب عليها بشكل سريع حتى نكون احنا شملنا كل اشي في المحاضرة. بالنسبة للنوت الاول فاحنا حكيناه. بالنسبة للنوت الثاني، كيف الدراج بيشتغل؟ طبعا يعني نفس الكلام اللي حكيناه، الدراج عبارة عن سبستانس. هاي السبستانس حتروح وترتبط في التارجت ريسبتور، في ريسبتور معين، بس تروح ترتبط في الريسبتور معين حتعمل افكت.
هذا الإفكت هو اللي حيعالج للمرض. بالتالي أول خطوة لحتى أعرف شو الدرج المناسب أو أعرف كيف بدي أحل المشكلة، كيف أحل مشكلة هذا المرض، إني أعرف الريسبتور اللي بيشتغل المسبب لهذا المرض أو الريسبتور اللي حيأثر على هذا المرض لحتى أعرف أختار الدواء المناسب. وحكينا البريفرال بروتين بالعادة بيشتغل على بيشتغل عمل بيعمل عمل الإنزيم، والكاربس حكينا بالعادة ما بتكون موجودة لحالها، إنما بتكون مع other molecules مثل الليبيدز والبروتين. تمام. وحكينا إنه جلايكوبروتين بيعمل عمل الماركر، إنه الجسم بيتعرف عليها، إنه الجسم بيتعرف على خلايا عن طريق هذا الماركر، وأي جسم غريب يدخل عليه حيتعرف عليه حيقوم بتدميره. فلما يدخل سترينج الجسم غريب على الخلية على جسمنا، أي خلية غريبة تدخل على جسمنا، على طول حيقوم الجسم بتفعيل جهاز المناعة وحيقوم بمهاجمتها وتدميرها، سواء بكتيريا فيروس أو كانسر. هسا ممكن يصير عندي مشاكل في في مشاكل دفاعية في الجسم، مثل إنه failure of cell recognition، يعني الخلية يعني جهاز المناعة ما يتعرف على الخلية. كيف يعني ما فلما جهاز المناعة ما يتعرف على الخلية بالتالي ما حيقدر يدمرها. ما دام ما قدر يدم ما قدر يتعرف على الخلية الغريبة أو الجسم الغريب اللي دخل على الجسم ما حيقدر يدمره، بالتالي حيكون في له فرصة إنه يتكاثر ويسبب لي مشاكل. وخاصة هذا الاشي بشوفه بالكانسر، انه الكانسر في ميكانيزم معينة بيعمل باي باسنج، يعني بتجاوز جهاز المناعة وما بيسمح لجهاز المناعة انه يدمره، عشان هيك بنشوف الورم بيكبر وبيكبر لانه ما في عندي جهاز مناعة يتعرف عليه ويقاومه. الملاحظة الثانية والاخيرة يعني اللي حنحكي فيها هو الاوتو اميون ديزيز. هسه هون بس خلينا نحكيها هيك يعني بشكل بسيط. بدنا نفترض انه بدنا نعتبر الخلايا المناعية تبعتنا مثل الجندي. هذا الجندي بدي احطه يدافع عني. فاول يوم قبل ما احطه وانزله على ساحة المعركة، فبدي اعرفه، احكي له في عندك هذول السكان وهذول اصحابك اللي هم الخلايا داخل الجسم، فبتعرف عليهم، بيعرف انه هذول اصحابه وهذول من اهله لحتى ما يدمرهم ولا يقتلهم. فهذا الجندي زي ما حكينا هي الخلايا المناعية، وأنا بكون عرفته على خلايا الجسم فحكون متعرف عليها. فهذا الاشي بسميه سيلف توليرانس. سيلف توليرانس هسه هذا الجندي مثلا لو صار عندي بريك اوف توليرانس، يعني انكسرت الثقة بين الجندي هذا والسكان او اصحاب هاي المدينة، فصار ايش هذا الجندي؟ فصار هذا الجندي يقتل اصحابه. تمام. فهذا الاشي بسميه الاوتو اميون، يعني الخلايا المناعية بلشت تهاجم خلايا الجسم. ليش بلشت تهاجم خلايا الجسم؟ لانه زي ما حكينا السيلف توليرانس اللي كانت موجودة راحت، فبطل يتعرف انه هاي الخلايا خلايا لجسمه، وصار يحكي صار يعتبرها خلايا غريبة فبلش يهاجمها. فهذا هو الاوتو اميون ديزيز. تمام. هسه برضو هاي معلومة بالكلينيكال، يعني زراعة الأعضاء. زي ما بنعرف انه في مثلا اعضاء بتوصل لمرحلة الفشل وبتحتاج انه لزراعة، مثل الكلى يعني المثال المشهور. لو بدي اعمل زراعة لأورجان معين، هذا الأورجان بالنسبة للجسم المريض ايش هيعتبره؟ هيعتبره فورين أورجان، جسم عضو غريب. بما انه عضو غريب يعني الوضع الطبيعي جهاز المناعة حيتفعل، حيبلش يهاجم بهذا الجسم. بالتالي ليش حيتعرف عليه على اساس انه جسم غريب؟ لانه زي ما حكينا الماركر اللي بيحطه جلايكوبروتين هو حيكون مختلف عن اللي بيعرفه الجسم، فحيبلش يهاجم فيه. فانا حتى اتخلص من هاي المشكله بعطي المريض دواء اسمه اميونو سابريسيف دراج. هذا الدراج بيعمل سابريشن للاميونيتي، بيقمع او بيقلل او بيثبط المناعة داخل الجسم، بالتالي بيعطي فرصة لهذا العضو انه يبقى في جسم المريض.
ولكن يعني احنا بنحكي واحد نثبت مناعته، بالتالي هذا الدواء اللي حاستخدمه حيكون له سايد افكت. سايد افكت يعني مقصود بجملة او بكلمة مصطلح سايد افكت هو الاعراض الجانبية للدواء يلي انا ما بدي اياها تكون موجودة، ولكن ما بقدر اتحكم بوجودها. فالسايد افكت لاني استخدم هذا الدواء، انا واحد قللت مناعته، بالتالي دخول البكتيريا والفيروسات لهذا الجسم حيكون اسهل، وحيكون انه الكانسر برضه حينمو بشكل اسرع، وما حيكون في اي شيء يمنعه، فحيكون نسبة حدوث الكانسر عنده اكثر، نسبة الانفكشن اي الالتهاب البكتيري او الفيروس حتكون اكثر، والكيميكال والتوكسين برضه حتكون اكثر. فهذا السايد افكت لاستخدام هذا الدواء. وهذا الحكي والجاب حكينا، وحكينا المثال على الالكتريكال امباس والباراكراين والاوتوكراين حكيناهم. وهيك ان شاء الله بنكون احنا خلصنا المحاضرة الاولى بالانترودكشن، وان شاء الله يوم الجمعة حنكمل شرح محاضرة الثلاثاء والخميس. واي حدا عنده اي ملاحظة تتواصل معنا لحتى ناخذها بعين الاعتبار ونحسن.